عيش تتصعب ويعملوا اكل لغه هديجه بتاع السياسه ويسكروا ويكسروا الدنيا. المهم المواطن ما يسمعش والمشكله ما تتحلش. المشكله اللي عندنا اليوم بونتو فيك انت وفي الحزب الدستوري وفي عادل الموسي. احنا نخليه البلاد تخرب ونخليه البلاد عند الغنوشي ونخليه البلاد ما يتحل حتى قضيه وحتى ملف والمواطن يقعد غادي مرهون. المهم انت لا وتدخل من غير كونكور وانتي تتم مباشر غلق الدنيا الكل.